ايه؟ مد بالياء، يبقى الألف لوحدها والب واليه لوحدهم. أبي. برافو يا كيجي. نخش على السؤال اللي بعديه يا كيجي، وهو استخرج حرف المد والحرف الممدود من الكلمات الآتية. معايا كم كلمة يا كيجي؟ ثلاثة: يعوم، فاهم، أخي. يعوم، فاهم، أخي. قلنا يا كيجي في السؤال ده بنعمل جدول من 3 خانات، أول خانة كلمة وحرف المد والحرف الممدود في الخانة الأخيرة. بحط ال3 كلمات بتوعي، بحطهم تحت بعضيهم في خانة الكلمة، واجي في حرف المد بيقول لي طلع حرف المد. قلنا حرف المد الحرف اللي بيشد الحرف اللي قبليه. يعوم، يعوم، يه، عين، واو، ميم. مد بإيه يا كيجي؟ مد بالواو، يبقى يعوم هو المد بالواو، حرف المد حرف الواو. شد إيه يا كيجي؟ إيه الحرف اللي الواو مدته؟ العين. العين هو الحرف اللي الواو مدته. فاهم، مد بالألف، يبقى حرف الألف هو حرف المد. مد ايه بقى؟ ايه الحرف اللي حرف الألف شده؟ الفه، حرف الفه. أخي، حرف المد ايه هو؟ اليه. برافو يا كيجي. ايه الحرف اللي اليه شداه؟ الخاء. برافو يا كيجي.